السيسي يؤكد أن مصر مستمرة في دعم الصومال وترسيخ مؤسساته. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وتنظيم الحمدين يعاقب شعبه ويرفض تصريح للطيران السعودي بنقل الحجاج القطريين. جولة أخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف. أهلا بكم. أهلا بك لبنى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ولا تفاصيل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو. وأشاد الرئيس السيسي بخلال اللقاء بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم للصومال خلال المرحلة القادمة لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة لا سيما الجيش الصومالي. من جهته أشاد الرئيس فرماجو بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال ووقوفها دائما إلى جانبه في مختلف المراحل التي مر بها. العلاقات المصرية الصومالية راسخة، فدائما ما كانت مصر الداعم الأكبر للمصالحة الصومالية منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري واندلاع الحرب الأهلية هناك. لطالما كانت مصر الداعم الأكبر لأشقائها في الصومال في أوقات الشدة، ففي عام 1990 تمت الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري لتنطلق بذلك شرارة الحرب الأهلية في الصومال بسبب صراع الفصائل المسلحة المختلفة على كرسي الحكم الفارغ. مصر وكعادتها لم تترك الصومال في تلك الأوقات العصيبة، فعقدت مؤتمر المصالحة في القاهرة عام 1997 والذي تم التوصل فيه إلى قرارات غاية في الأهمية لإنهاء الحرب الدائرة آنذاك في مقديشو. أما في المجال الإنساني فلعبت مصر دورا هاما وفعالا في عملية إعادة الأمل التي قادتها الولايات المتحدة عام 1992 لدعم الصومال، وقررت إرسال أكثر من 700 جندي إلى مقديشو ضمن القوات الدولية لإنقاذ المنكوبين جراء المجاعة عام 1992. وبحكم علاقات مصر القديمة مع الصومال ومكانتها لدى الصوماليين، تمركزت هذه القوات في المواقع الحساسة بالعاصمة مقديشو، وأسند إليها مهمة تأمين أهم الأماكن الحيوية في المدينة. وفي فترة الحرب الأهلية وصل إلى الأراضي المصرية آلاف الصوماليين الذين نزحوا من ويلات الحرب، فالعلاقات التاريخية بين مصر والصومال دفعت القاهرة إلى تقديم يد العون في كل المراحل العصيبة التي مر بها الصومال حتى الآن. إذن علاقات قوية جمعت القاهرة ومقديشو، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الصومال في ستينات القرن الماضي، إضافة إلى كون الصومال يمثل بعدا مهما للأمن القومي المصري. علاقات تاريخية جمعت مصر بالصومال خاصة بعد اعتراف القاهرة باستقلالها عام 1960. متانة العلاقات بين البلدين تجسدت في العصر الحديث منذ فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي ساهم في إنقاذ الاقتصاد الصومالي وقت الحصار الذي فرضته عليه الدول الأوروبية خاصة إيطاليا بمنع استيراد الموز كأحد موارد دخلها الرئيسية، ليأتي قرار عبد الناصر بشراء الموز الصومالي بمثابة إنقاذ لاقتصاد البلاد. لقاءات متعددة جمعت قادة البلدين خاصة في حقبتي جمال عبد الناصر وأنور السادات، إذ زار القاهرة قادة الصومال المتعاقبين خاصة عبد الرشيد علي وسياد بري، حيث تعتبر الصومال محورا مهما للقاهرة وبعدا لأمنها القومي بالإضافة إلى كونها شريكا تجاريا. جهود عدة تبذلها مصر لدفع عجلة التنمية في الصومال، من بينها شحنة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها في مايو الماضي للتخفيف من حدة الجفاف الذي ضرب الصومال، بالإضافة إلى المساعدات التي قدمتها للقوات المسلحة في مقديشو لزيادة كفاءتها في مواجهة الإرهاب. الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا يقوم بدور محوري في تلك العلاقة، إذ يعمل على تقديم المعونات الغذائية والدوائية للشعب الصومالي بهدف إغاثة المتضررين من الفيضانات أو موجات الجفاف. بعد إفريقي مهم تضيفه القاهرة لقائمة أولوياتها تسعى من خلاله لاستعادة ريادتها الإفريقية وتأكيد أهمية القارة السمراء لها.
وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل وزارتي الصحة والمالية بسرعة الانتهاء من الملاحظات النهائية على مشروع التأمين الصحي الشامل، وشدد إسماعيل على أهمية استكمال ما يلزم تمهيدا للموافقة على المشروع في صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة. كما أصدر إسماعيل قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. كما التقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو بينارد إليو بحضور وزير الطيران شريف فتحي لمناقشة آخر الاستعدادات لإقامة المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط والذي سيعقد الثلاثاء المقبل بمدينة شرم الشيخ. ومن المقرر وصول العشرات من كبار المسؤولين والوزراء والخبراء في مجال صناعة النقل الجوي بالمنطقة والعالم خلال الساعات المقبلة للمشاركة في المؤتمر. بدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة خارجية تستغرق 3 أيام تشمل كل من روسيا وإستونيا وليتوانيا. وقال بيان للخارجية إن جولة شكري تستهدف تعزيز علاقات مصر السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الثلاثة والترويج للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو. وأضاف البيان أن شكري يحمل معه رسائل خطية من الرئيس السيسي إلى رؤساء الدول الثلاث التي تشملها الجولة. توجه رئيس الأركان للقوات المسلحة الفريق محمود حجازي إلى العاصمة اليابانية طوكيو لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العسكريين في اليابان. وتهدف الزيارة إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين وتنسيق الجهود الرامية لمجابهة التحديات الأمنية التي تستهدف نيلا من الأمن والاستقرار بالمنطقة. نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ 5 ملايين جنيه من إحدى سيارات نقل الأموال، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. مبالغ مالية تقارب 5 ملايين جنيه تم سرقتها من إحدى سيارات نقل الأموال أثناء سيرها من مدينة نصر إلى الزمالك، بلاغ ورد لنجدة القاهرة بعد اكتشاف الواقعة بهذا المضمون. ليشكل فريق بحث من مباحث القاهرة لكشف الملابسات وينجح في التوصل إلى الجناة وهم اثنان ويضبط المبلغ المسروق قبل التصرف فيه. تفاصيل البلاغ ان العربيه اللي هي بتنقل الاموال من مقر الشركه دي عربيه مصفحه وكانت في وجهتها لاحد البنوك في منطقه الزمالك. لما وصلوا لمنطقه البنك في الزمالك، لما جم ينزلوا علشان ياخدوا كميه الفلوس اللي معاهم علشان يوردوها في البنك، اكتشفوا بسرقه شنطه كامله فيها المبلغ اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو 200,000 يورو و551 الف مصري. لما انتقلنا وبنفحص عرفنا من خلال مناقشة الطقم اللي على العربية اللي هو قائد الطقم والسواق والمساعد بتاعه ان هم اثناء في طريقهم من مدينة نصر للزمالك كانوا في طريقهم وقفوا شوية عند مطعم جابوا كمية من المأكولات واكتشفوا بعد ما وصلوا ان المبلغ تم سرقته يعني. واثناء السير في جرات البحث امكن الاستدلال على ان في تردد غير منطقي لاحد العمالة السابقة على جهة الارتكاب. تبين انه بالفعل كان في توقيت سابق على ارتكاب الواقع من حوالي 8 شهور اثناء عمله في الشركه وقبل تركه العمل، كان قام بنسخ مفتاح من مفتاح الخزنه الاساسي واستغله، فضل يتردد استمر يتردد على منطقه الارتكاب وقام بارتكاب الواقع، فتح الباب واستولى على المبلغ النقدي بالاستعانه بشريك له اخر. الجناة أحدهما كان يعمل سابقا بشركة نقل الأموال واختمرت في ذهنه الفكرة فقام بنسخ مفتاح خزينة السيارة، وبالاشتراك مع الثاني بدأ في تتبع خط سير السيارة إلى أن حانت الفرصة وقام بالاستيلاء على المبلغ. شغال في الشركة وز الشيطان، عملت نسخة على المفتاح ورحنا خدنا مفتاح العربية واستنينا لحد ما جت وخدنا منها الفلوس. هو العربية كانت واقفة مكانها، هو يعني هو يعني عارف المكان اللي هم مثلا بيقعدوا فيه كل يوم مثلا بيروحوا. رحنا اليوم دوت قعدنا 3 أيام قبلها وبعديها رحنا رايحين خدنا فتح هو العربية بس خد الفلوس وراح ماشي وانا رحت محصله على المكان التاني.
أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنه تعذر عليها حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة. أوضحت الخطوط السعودية أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن التصريح للطائرات السعودية بالهبوط على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم طلب بهذا الشأن. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قدم الشيخ عبد الله بن علي آل ثان حفيد مؤسس دولة قطر، قدم الاعتذار للشعب القطري بعد منع الطائرات السعودية من نقل الحجاج القطريين، مطالبا السلطات القطرية بالتعاون لتسهيل أداء فريضة الحج للمواطنين. وأضاف أن فرص الحج ما زالت متاحة بالدخول للمملكة العربية السعودية برا وجوا من الدمام والإحساء. وطلب المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني الشعب القطري بالصبر على ما يفعله النظام القطري بمنع الخطوط الجوية السعودية من نقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن المنفذ البرية ومطار الدمام والإحساء مفتوحان أمام الحجاج القطريين، مؤكدا أنه بإمكان أهل قطر القدوم للحج من أي مكان بالعالم. أكد رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان أن إنقاذ قطر أصبح مهمة خليجية ملحة، مشددا على أن رموز تمويل الإرهاب في قطر يسرحون ويمرحون بلا عقاب. وأضاف خلفان على تويتر أن السلطات القطرية تتعاون مع الميليشيات المسلحة ضد الحكومات العربية وتمد الجماعات الإرهابية بالمال الوفير، مطالبا بتعليق عضويتها في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجية حتى يتعين حكومة جديدة. وأشار خلفان إلى أن حكومة قطر تصرف أموالا لا يتخيلها إنسان في دعم الإرهاب، لدرجة أنها تعطي نشطاء الإرهاب مبالغ طائلة يحددها الإرهابيون، مضيفا أن حكومة قطر وبطانتها الإخوانية مصرة على الاستمرار في هذا النهج الداعم للإرهابيين. قال حساب مباشر قطر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم اعتقال العميد علي سالم الحسن نائب رئيس الأركان القطري عصر اليوم. دعت صحيفة ظهير الأمريكية إدارة ترامب إلى استغلال قاعدة العديد العسكرية لإرغام قطر على قبول مطالب الرباعي العربية المناهضة للإرهاب. وقالت الصحيفة إن قطر كانت إحدى المخاوف الرئيسة لدى المشاركين في القمة الأمريكية الإسلامية، مشيرة إلى أن قطر وفرت ملاذا آمنا وتمويلا لجماعات الإخوان والقاعدة والميليشيات الإيرانية في سوريا وليبيا. وأضافت الصحيفة أن قطر هي موطن قناة الجزيرة الناطقة بلسان الإخوان كصوت للتطرف، ما يغذي تجنيد الإرهابيين وجمع التبرعات لهم. طلبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها من المحكمة الجنائية الدولية أن تخضع حمد بن خليفة للمحاكمة بسبب انتهاكه للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف للأسرى واتهامه بالضلوع في قتل القذافي وابن المعتصم بالله بعد أسرهما في أكتوبر من عام 2011 من قبل قوات ليبية مدعومة من قطر.
تحتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. القوات العراقية تواصل تقدمها في تل عفر آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم من جديد وإلى سياق النشرة مرة ثانية. وفي ليبيا بحث رئيس مجلس النواب الليبي عجل صالح جويدر مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سبل التعاون المشترك بين البلدين، وأكد الملك عبد الله الثاني ضرورة الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية، مبينا أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى حوار سياسي فعال يضم كل الأطراف في ليبيا، موضحا أن الحوار الليبي هو الطريق الوحيد نحو استقرار البلاد. التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح رئيس البرلمان الأردني عاطف ترون بالعاصمة الأردنية عمان، حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ومناقشة الوضع الراهن في ليبيا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف الليبي. وأكد ترون خلال اللقاء تقديم جميع المساعي لحل الأزمة الليبية ودعم شرعيتها المتمثلة بمجلس النواب الليبي. التقى رئيس مجلس النواب عجل صالح جويدر مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة السياسية وتطورات الأزمة في ليبيا، بالإضافة إلى تقوية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وصرح رئيس وزراء الأردن بأن الحكومة الأردنية تساند الشرعية في ليبيا من خلال البرلمان والقوات المسلحة العربية الليبية التي تحارب الإرهاب، مضيفا أن الحكومة تتفهم الوضع السياسي المعقد في ليبيا، مؤكدا على دعم الأردن للشعب الليبي في أزمته السياسية ومحاربته للإرهاب. من جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد إن وفد المجلس الذي يزور الأردن بحث مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي آخر المستجدات على الساحة السياسية وتطورات الأزمة في ليبيا، واصفا المباحثات بالمثمرة. هذا اللقاء لقاء رائع، تحدث فيه سيد فخامة رئيس مجلس النواب السيد المستشار عقيلة صالح حول المشهد الليبي وبعض الأمور التي أربكت المشهد الليبي من بعثة الأمم المتحدة، وطرح كل القضايا التي تخص الشأن الليبي. والحقيقة كان يستمع إلينا السيد رئيس وزراء الحكومة الأردنية استماع الأخ لأخيه، وتحدث أيضا السيد رئيس وزراء الأردن وثمن جهود السيد فخامة الرئيس وما يبذله من عمل، وحي الشعب الليبي على جهاده. في الملف الليبي، حيث عقد عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار اجتماعا موسعا ضم كل من نائب رئيس الوزراء الحكومة المؤقتة عبد السلام البدري ومحمد الأسود نائب رئيس مشروع البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد في ليبيا وعدد من مسؤولي القطاع المصرفي في ليبيا، وذلك لمناقشة برنامج تطوير وتفعيل المنظومة الاقتصادية داخل مدينة بنغازي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج. وخلال الاجتماع أكد عبد الرحمن العبار أن البلدية على استعداد تام للتعاون لإنجاح هذا البرنامج، مشيرا إلى أن مدينة بنغازي ستشهد خلال الفترة المقبلة زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ مشروع البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي. نأتي اليوم ونلتقي
بالاتحاد الأوروبي في شكل البرنامج الأوروبي للدعم. أملنا في الله سبحانه وتعالى وأن تتكلل هذه الزيارة وهذه الاجتماعات بالنجاح بما يعود على هذه المنطقة وأهلها من نمو في شكل مشروعات مشتركة بين البلدية ومرافقها المختلفة، سواء كانت قطاعات أو مرافق اقتصادية متمثلة في المصارف والصناديق المالية المختلفة، وبين الاتحاد الأوروبي. بكل تأكيد هذه الخطوة ستأتيها خطوة أخرى مرتقبة بإذن الله في زيارة سياسيين من الاتحاد الأوروبي لهذه المنطقة، بكل تأكيد سيكون انعكاسها إيجابي أيضا على حركتنا السياسية وعلى مراحل الحوار المقبلة بإذن الله. معنا هاتفيا من بني غازي مراسل أونلايف في ليبيا بكر الشرقاوي. أهلا بك بكر. إذن اليوم مدينة بني غازي احتضنت اجتماع لممثل الحكومة وبلدية بني غازي بالإضافة إلى مسؤولي مشروع البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصادي في ليبيا، ماذا لديك من تفاصيل وأيضا أهم الموضوعات التي تم التطرق إليها؟ أولا أهمية اجتماع الذي حدث اليوم في بلدية بنغازي باستضافة المستشار عبد الرحمن العبار عميد بلدية بنغازي لنائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي، واستضافة أيضا نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لمناقشة ملامح وآلية تنفيذ البرنامج في خلال الفترة المقبلة. هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات تم عقدها خلال الفترة الأخيرة ونشاط ملحوظ داخل مدينة بنغازي بعد إعلان تحريرها للبدء في عدة مشروعات تنموية بهدف دعم البنية التحتية وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرت خلال الحرب. بالنسبة لملامح المشروع الأوروبي أو لدعم الاقتصاد الليبي، هدفه هو في الأساس هو دعم الاقتصاد الليبي بشكل كامل وتحقيق تنمية مستدامة من خلال دعم القطاع الخاص. المشروع بتمويله بيعتمد على ثلاث جهات، وهي الجهة الأولى وهي جهة الاتحاد الأوروبي، والجهة الثانية هو البنك الدولي، وجهة ثالثة هي مؤسسة من الخبراء الفرنسيين تم الاعتماد عليها من قبل الاتحاد الأوروبي. المشروع الدعم بينقسم لجزئين. الجزء الأول هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب أيضا دعم مشروعات البنية التحتية داخل مدينة بنغازي والتي تضررت جراء الحرب خلال الفترة الأخيرة. نعم بكر الشرقاوي مراسل أونلايف من ليبيا وتحديدا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. وفي الشأن السوري، قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون نتيجة سقوط قذيفة صاروخية قرب مدخل معرض دمشق الدولية. يأتي هذا فيما يواصل الطيران السوري ضرباته ضد مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في جرود القلمون الغربية قرب الحدود السورية اللبنانية. قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها سيطرت على نقاط استراتيجية في عدد من أحياء الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت مصادر إعلامية أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات برية أمريكية باتت تحاصر مسلح التنظيم الإرهابي في 4 محاور بمدينة الرقة شمال سوريا. كما شنت مقاتلات التحالف الدولي غارات مكثفة استهدفت أبنية يتحصن فيها مسلح داعش في مدينة الرقة، أحد أكبر معاقل التنظيم. اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده أفشلت ما وصفه بالمشروع الغربي للإطاحة به، غير أنه أشار في كلمة بثها تلفزيون رسمية إلى أن المعركة لا تزال مستمرة رغم وجود بوادر الانتصار. في سوريا دفعنا ثمنا غاليا في هذه الحرب، ولكن مقابل إفشال المشروع الغربي في سوريا وفي العالم. وطبعا عندما نقول مشروع غربي، فجوهر المشروع الغربي بالنسبة لنا هو له أوجه عديدة، ولكن بالنسبة لمنطقتنا المنطقة العربية والشرق الأوسط، كان جوهر هذا المشروع هو أن يحكم الإخوان المسلمون في هذه المنطقة باعتبار أنهم يمثلون الدين، وبالتالي يستطيعوا أن يسيطروا على مجتمعا وشارعا متدينا، وعبر أو من خلال الغطاء الديني يقود هذا الشارع باتجاه المصالح الغربية، وهذا هو دور الإخوان التاريخي. الرئيس السوري أشار أيضا إلى أن وقف الأعمال القتالية في بعض المناطق بواسطة روسيا ساعد على إنهاء إراقة الدماء، وشدد على أن وحدة الأراضي السورية غير قابلة للنقاش. كل ما يرتبط بمصير سوريا ومستقبل سوريا هو موضوع سوري 100%، ولا يوجد 99%. 100%
حتى الأصدقاء يقولون هذا الكلام بشكل واضح. النصائح نقبلها من أي طرف، ولكن عندما نأتي إلى القرار فلن يكون سوى قرار سوري. وحدة الأراضي السورية هي من البديهيات الغير قابلة للنقاش والحديث على الإطلاق. هوية سوريا، الهوية الوطنية موجودة، ولكن جوهر هذه الوطنية الهوية السورية هي العروبة كجوهر، العروبة بمعناها الحضاري الجامع لكل أبناء الوطن ولكل أطياف المجتمع. النقطة الرابعة، لن نسمح لهم في أي إجراء للأعداء والخصوم أو للإرهابيين بأن يحققوا بالسياسة ما عجزوا عن تحقيقه بالميدان وعبر الإرهاب. قتل 3 جنود لبنانيين إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرور ألياتهم شرقي البلاد على الحدود مع سوريا. يأتي هذا فيما يواصل الجيش تقدمه في إطار عملية فجر الجرود ضد تنظيم داعش، ونجح في السيطرة على ثلث المساحة التي كانت خاضعة للتنظيم. في ثاني أيام معركة فجر الجرود يحرز الجيش اللبناني تقدما على الأرض، حيث تمكن من استعادة ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في المنطقة الجبلية المعروفة باسم جرود رأس بعلبك وجرود القاع شرق لبنان، وقتل 20 إرهابيا وتم تدمير 11 مركزا للإرهابيين تحتوي على أنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. المساحة اللي سيطر عليها الجيش نتيجة العمليات العسكرية لليوم تقدر بنحو 30 كيلومتر مربع، يعني تقريبا حوالي ثلث المساحة اللي كانوا سيطروا عليها الإرهابيين، وأوقعت في صفوفهم حوالي 20 قتيل ناجم عن الاشتباك المباشر والقصف المدفعي والجوي. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الجبلية التي يسيطر عليها داعش نحو 300 كيلومتر مربع في شرق لبنان وفي سوريا، ونحو 120 كيلومترا مربعا في الجانب اللبناني. وتواصل وحدات الجيش اللبناني تقدمها تحت دعم ناري مكثف من المدفعية الثقيلة والصواريخ والطائرات، فيما تسجل حالات انهيار وفرار كبير في صفوف الإرهابيين، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها الجيش اللبناني إلى سلاح الطيران نظرا لطبيعة المنطقة، إذ يتحصن المسلحون في الجبال والمغارات. ويعزز الجيش من تواجده العسكري على التلال التي سيطر عليها مؤخرا بعد تطهيرها من الألغام وتمشيطها بشكل دقيق، حيث تستعد فرق جديدة للدخول والتقدم على محاور القتال. اتفقت الفصائل الفلسطينية في لبنان على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بعد موجة اشتباكات ومواجهات عنيفة. وشهدت ليلة السبت اتصالات سياسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار بين عناصر حركة فتح والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة من جهة، ومجموعتي بلال بدر وبلال العرقوب من جهة أخرى. وارتفعت حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة إلى 3 قتلى وأكثر من 17 جريحا، وأدت الاشتباكات إلى نزوح عشرات العائلات من المخيم. وفي بلاد الرافدين أعلنت قيادة العملية المشتركة بالعراق عن تحرير قرى بطيشة والعلم وخفاجة وحلبية العليا ومرازيف شرقية العفر، أكبر معاقل تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى شمالي العراق. وأعلنت قيادة العمليات أنها رفعت العلم العراقي في القرى المحررة وأنها كبدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات. وبحسب التحالف الدولي فهناك ما بين 10,000 و50,000 مدني لا يزالون في تل عفر ومحيطها، بينما أشارت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في العراق ليز جروندي إلى أن أكثر من 30,000 شخص غادروا المنطقة. من جانبها رحبت القيادة المركزية الأمريكية بإعلان العبادي بدء معركة تحرير تل عفر غربي نينوى من تنظيم داعش الإرهابية، مؤكدة مواصلة التحالف الدولي ضرب أهداف دقيقة لتفادي وقوع خسائر بين المدنيين. استطعنا والحمد لله أن نحقق اليوم هذا الانتصار على هذه الدويلة اللئيمة القاتلة. بعد نحو شهرين من إعلان رئيس الوزراء العراقي تحرير مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد معارك ضارية استمرت 9 أشهر، تأتي عملية استعادة قضاء تل عفر ورفع راية النصر من جديد. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن انطلاق عمليات استعادة المدينة
آخر وأكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى بشمال العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابناء شعبنا الكريم، أنتم على موعد مع وعد آخر سيتحقق بمشيئة الله. ها هي مدينة تل عفر تستعد للالتحاق بمسيرة التحرير. العبادي أوضح خلال بيان تلفزيوني أن القوات العراقية كافة ستشارك في العملية العسكرية بمساندة من التحالف الدولي. جميع القطاعات التي تستعد الآن للبدء بعملية تحرير تل عفر، هذه القطاعات التي تتشكل من قوات الجيش العراقي ومن مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي والشرطة المحلية، وتساندهم قوات أو طائرات طيران الجيش والقوة الجوية العراقية والإسناد الهندسي والإسناد الطبي وجميع الإسناد الآخر. وأقول للمقاتلين ولأبناء شعبنا العراقي بأن الحق معكم وأن العالم معكم. سلاح الجو العراقي كثف ضرباته الجوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة تل عفر لتدمير دفاعات داعش واستنزاف قدراته العسكرية قبيل بدء الهجوم البري لاستعادة السيطرة على القضاء. فمنذ بدء معارك الموصل والقوات العراقية تفرض حصارا مطبقة على تل عفر، تزامن معه قطع الطرق الرئيسية والتي تربط القضاء مع الموصل ومناطق قريبة من الحدود العراقية السورية، تمهيدا لعملية تطهيره من عناصر التنظيم الإرهابي والتي تسيطر على القضاء منذ 15 من يونيو لعام 2014. ورغم استعادة القوات العراقية لغالبية المناطق التي يسيطر عليها داعش، إلا أن الحويجة في محافظة كركوك شمالي بغداد ومنطقة القائم الحدودية مع سوريا تنتظران دورهما في عملية التحرير، وينتهي بذلك أبو سرايا السوداء في بلاد الرافدين. ولتسليط الضوء أكثر على معركة تل عفر، معنا عبر الهاتف الآن من العراق العميد يحيى رسول الناطق باسم قيادة القوات المشتركة العراقية. مرحبا بك سيادة العميد. يعني في البداية الحديث عن الانتصارات التي حققتها القوات العراقية وتحديدا في الأنبار وأخيرا الموصل، الآن هناك استعدادات كبيرة لتحرير مدينة تل عفر بالكامل، ما هي الاستعدادات العسكرية سيادة العميد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. حقيقة اليوم أعلن السيد القائد العام القوات المسلحة انطلاق العمليات العسكرية لعملية تحرير قضاء تل عفر، حيث انطلقت وشرعت القطاعات العسكرية المتمثلة بقوات الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب التقدم من عدة محاور باتجاه تحرير قضاء تل عفر، وحققت تقدم كبير خلال الساعات الأولى، حيث تم كسر خطوط دفاعية عناصر التنظيم الإرهابي وحرروا قطاعاتنا العديد من القرى التي تقع في محيط قضاء تل عفر في محور قطاعات 16، حيث تم تحرير. نعم نعم سيادة العميد. طيب المفترض أن هناك يعني خطط عسكرية موضوعة من قبل القوات العراقية، وهناك أيضا خطط إنسانية موضوعة لتأمين المدنيين حتى لا يكون هناك تكرار لبعض الأخطاء من الجانب الإنساني كما حدث في معركة الموصل، كيف هو حال التنسيق فيما بين القوات العراقية والحكومة العراقية في هذا الشأن تحديدا؟ حقيقة الخطة التي وضعت في قيادة عمليات مشتركة لتحرير قضاء تل عفر ترافقها خطة إنسانية وضعت بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة والمنظمات الإنسانية. الغاية منه هو عملية الحفاظ على أرواح المواطنين وإخراج المستعدمين من خلال وضع الممرات الآمنة ونقلهم من مناطق الاشتباك إلى المناطق التي حددت وتقديم الدعم الطبي والإنساني لهم. واجبنا إنساني، مهمتنا إنسانية، واجبنا أن نحرر أهلنا وناسنا في قضاء تل عفر من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، ونحن ملتزمون ومستمرون في هذا العمل. نعم سيادة العميد، يعني كان هناك بعض الأخطاء التي قد تم تداولها عبر وسائل الإعلام، وهي أخطاء كانت من قبل التحالف الدولي في شن بعض الضربات الجوية، هل يتم أيضا التنسيق فيما بين القوات العراقية وقوات التحالف الدولي حتى لا يكون هناك تكرار لمثل هذه الأخطاء الغير مقصودة بالطبع؟ حقيقة التنسيق عالي من خلال
وحدة القيادة والسيطرة المتمثلة بالقيادة في العمليات المشتركة، ومن خلال المستشارين التابعين لقوات التحالف الدولي بتوجيه طائرات التحالف الدولي وتوجيه ضربات دقيقة وفق معلومات استخباراتية دقيقة لقرار قيادة السيطرة وتجمعات على أسر الطبقة الهاتف. الدقة مطلوبة، نعتمد على الجهد الاستخباراتي الكبير والمحدث لاستهداف عناصر التنظيم الإرهابي، وإن شاء الله يعني الضربات تكون تعبوية من خلال القوة الجوية العراقية. ولدينا طيران الجيش العراقي، طيران الإسناد القريب الذي يقدم الإسناد الكبير والراء والبطولي لقطاعاتنا أثناء تقدمها في محاور القتال. نعم سيادة العميد، يعني كل خطة عسكرية موضوعة تكون هذه الخطة مزمنة، كان هناك يعني أقاويل عديدة فيما يخص المعركة السابقة وهي معركة الموصل بأن كان هناك خطة زمنية محددة طال أمد هذه المدة أو قصر، ولكن في النهاية حققت القوات العراقية انتصارات كبيرة. الحديث عن قضاء تل عفر تحديدا، هناك خطة مزمنة بالطبع لهذه الخطة، يعني التوقيت الزمني الذي قد حددتموه لإنهاء هذه المعركة بالكامل؟ يعني حقيقة في قتال مناطق المبنية وحرب الشوارع لا يكون هناك توقيت زمني دقيق. نحن نقاتل عدو غير نظام، عدو يعمل بنظام العصابات، يستخدم يعني العجلات المفخة والتلغيم والأبواب الناشفة، وأيضا يستخدم المواطنين كدروع بشرية. الخطة وفكرة العمليات وضعت التقدم يجري وفق ما حدد من قبل قيادة العمليات المشتركة، وإن شاء الله نحقق الانتصار في نهاية المطاف أمام هذا التنظيم الإرهابي ومن تبقى خياران لا ثالث لهما، هو عملية القضاء على عناصر التنظيم الإرهابي بشكل كامل أو أن يسلموا أنفسهم ويلقون محاكمة عادلة من قبل القوات العراقية بعد حالته لدى الجهات القضائية المختصة. نعم أخيرا سيادة العميد، يعني ما بعد تل عفر في عجالة؟ يعني هذا الموضوع يعني حسب تقديرات القيادة العسكرية العراقية، لكن لا زال لدينا مناطق غرب الأنبار والحويجة نستطيع أن نطلق عدة عمليات في آن واحد، وهذا الأمر متروك لي أو قيادة العسكرية العراقية. نعم نشكر سيادة العميد يحيى رسول الناطق باسم قيادة القوات المشتركة العراقية جزيل الشكر. أبلغ محافظ كركوك نجم الدين كريم المبعوث الأممي إلى العراق يانكوبيتش عدم التراجع عن إجراء استفتاء استقلال كردستان في المحافظة، وجاء في بيان لمكتب المحافظ أن اللقاء بحث موضوع الاستفتاء وإجراء الانتخابات المحلية في كركوك وتأخير إطلاق خطة تحرير الحويجة وتأمين مستلزمات استقبال النازحين من مناطق جنوبي كركوك وغربها. وأشار كوبيتش إلى أهمية الحوار بين أربيلة وبغداد لأنها خطوة جيدة وبناءة لاحتواء الأزمات. ألقت داخلية الكويتية القبض على المتهم الكويتي 14 في قضية خلية العبدلي، وكانت السلطات قد ألقت القبض على 13 شخصا في القضية ذاتها خلال الشهر الجاري، وبذلك بات الإيراني عبد الرضا دهقاني هو الهارب الوحيد في القضية وهو مدان بالإعدام غيابيا. وكانت الكويت قد أعلنت في أغسطس من عام 2015 ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود العراقية. مشاهدينا الكرام، النشرة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. ألمانيا ترفض تصريحات إردوغان حول الانتخابات وتعتبرها تدخلا غير مسبوق. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل وإلى سياق النشرة مرة أخرى. أعلنت شرطة إقليم كاتالونيا أنها لا تعلم إن كان المشتبه به الذي دهس المرة بشاحنته في اعتداء برشلونة لا يزال في إسبانيا أم لا. وقالت الشرطة إنها عثرت على 120 قنبلة غاز كانت معدة لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد، مشيرة إلى أن المحققين ما زالوا يعملون على فرضية وجود 12 مشتبها بهم في هذه الهجمات.
وقد أقيم في كاتدرائية العائلة المقدسة ببرشلونة قداس حضره المئات، ومن الحضور ملك إسبانيا فيليب السادس ورئيس الحكومة ورئيس إقليم كاتالونيا تكريما لضحايا الاعتداءين اللذين أوقعا 14 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في مقاطعة كاتالونيا بإسبانيا. يذكر أن الحكومة الإسبانية قررت الإبقاء أمس على مستوى التأهب عند الدرجة الرابعة تحسبا لوقوع أي هجمات. ومباشرة مشاهدينا الكرام من برشلونة وجانب من تأبين ضحايا الهجوم الذي وقع قبل 3 أيام. وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده جعلت حماية الاتفاق النووي من الولايات المتحدة أولوية بالنسبة لها على حد قوله. واتهم روحاني في كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى الإسلامي بعض الدول وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة بعرقلة عملية تطبيق الاتفاق النووي. إلى ذلك صوت البرلمان الإيراني على منح الثقة لحكومة روحاني عدا وزير الطاقة بعد مناقشات استمرت 5 أيام. وجهت كوريا الشمالية انتقادا لاذعا للمناورات العسكرية المشتركة المزمعة تنفيذها الأسبوع الجاري بين الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي في شبه الجزيرة الكورية، واعتبرت بيونغ يانغ هذه التدريبات بمثابة ما وصفته بصب الزيت على النار، كما أنها ترمي إلى التدريب على غزو أراضيها. وتأتي هذه الانتقادات في وقت يتصاعد فيه التوتر إلى أعلى درجاته في شبه الجزيرة الكورية نتيجة الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ. ما زالت تركيا تمارس سياساتها الملتوية تجاه الدول التي ترفض الانصياع لرغباتها بإثارة الاضطرابات ومحاولة بث بذور الفتنة داخل الشعب الواحد. وآخر تلك السياسات كان دعوة أردوغان للأتراك في ألمانيا لعدم التصويت لحزب الديمقراطي المسيحي، ما اعتبرته ألمانيا تدخلا صارخا في شأنها الداخلي. أسلوب ملتو يتبعه نظام أنقرة مع كل الدول، حال رفضت الرضوخ لأطماعها إذ تسعى لتأليب الشعب على نظام الحكم وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل أي دولة ترفض الانصياع للسلطان المزعوم. آخر هذه المواجهات مع ألمانيا، فبعد التهديد بفتح باب اللاجئين على مصراعي، اتجه إردوغان للوقاعة بين الشعب الألماني وبعضه، ودعوة الألمان من أصل تركي لعدم التصويت لحزبي الخضر والحزب الديمقراطي المسيحي في تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية للدول. ألمانيا شو أنا كده؟ إنني أدعو 1,000,000 تركي يعيشون في ألمانيا إلى عدم التصويت لحزبي الخضر والحزب الديمقراطي المسيحي، فهؤلاء هم أعداء لتركيا فلا تصوتوا لأعدائنا. ألمانيا متمثلة في وزير خارجيتها زيغمار جابرييل رأت أن دعوة إردوغان هي تدخل صريح في شأن داخلي ألماني حساس كالانتخابات، وهي لا ترى فرقا بين ما فعلته دعوة إردوغان في ألمانيا من تحد صارخ للديمقراطية والولاء للوطن وبين الإجراءات القمعية والتهم الملفقة التي يكلها لأعدائه من أنصار فتح الله جولن المعارض التركي. جابرييل الذي وصف خطة إردوغان بالشريرة طالب الشعب الألماني بتجاهل دعوات الرئيس التركي وإثبات ولائه لوطنه. وضع مؤسف وصلت إليه الدولة التركية التي دست وما زالت تدس أنفها في الشأن الداخلي للدول وتسعى لإثارة البلبلة والاضطرابات حتى أصبح اسمها قاسما مشتركا في كل مشكلة داخلية أو طائفية في كثير من البلدان العربية والأوروبية، وهي في ذلك تنتهج نهج حليفتها قطر. تصعيد أردوغان المستمر مع عدد من الدول الأوروبية قضى بشكل نهائي على أحلام الانضمام لجنة الاتحاد الأوروبي ليدفع الشعب التركي وحده ثمن سياسة رئيس أعمته طموحات الخلافة. شيعت اليوم جنازة الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر. يذكر أن محفوظ وافته المنية داخل أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة في الآونة الأخيرة. إحنا جدنا الحلوان الكبير هو اللي نشا البلد دي، ومن ساعتها كل واحد بيأدي خدمة. أم
كلثوم، بوابة الحلواني، ليست أسماء أعمال فنية فقط، بل علامات شكلت وجدان المصريين حفرها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. رحل عبد الرحمن عن عمر يناهز 76 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً ثميناً من الأعمال الأدبية والفنية. بدأ حياته الأدبية رافضاً لقيود البيروقراطية والروتين، فرغم ثبات الوظيفة والاستقرار الاجتماعي الذي توفره له، قرر التخلي عنها من أجل التفرغ للعمل الأدبي. يعني البداية كانت في العنصرين دول، القصة القصيرة والنقد الأدبي. وبعدين بعد فترة الأشياء بتصفي نفسها، فالنقد الأدبي الحقيقة لا يتناسب مع شخصيتي. يعني أنا كل واحد فينا عنده شخصيات مختلفة أو حاجات مختلفة، أنا ما عنديش الجزء بتاع القاضي. قدم للدراما التلفزيونية أكثر من 20 عملاً، فضلاً عن أعماله الأدبية وكتاباته بعدد من الصحف والمجلات داخل مصر وخارجها. ولأن الجزاء من جنس العمل، نال الكاتب الكبير العديد من الجوائز والأوسمة المهمة، منها جائزة الدولة التشجيعية وأحسن مؤلف مسرحي وجائزة العقد لأفضل مبدع. وأخيراً وقبل رحيله بشهور قليلة، تم تكريم الكاتب الكبير بمنحه اللقب الأبو القدوة. كان هذا مشاهدينا الكرام كل ما لدينا حتى اللحظة، ولن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. السيسي يؤكد أن مصر مستمرة في دعم الصومال وترسيخ مؤسساته. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. تنظيم الحمدين يعاقب شعبه ويرفض التصريح للطيران السعودي لنقل الحجاج القطريين. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة. شكرا لكم على كرم المتابعة.